كمان اختيار. سلاح الجيش اللبناني سلاح المقاومة. نعم. أي سلاح تختار؟ أنا هون ما بعتبر في سلاحين، أنا بعتبر في سلاح واحد. لا، في سلاحين. اثنيناتهم بيكملوا بعضه. في سلاحين ونص كمان، مش سلاحين بس. لا، إذا بهذا المعنى مش بس في سلاحين، في 500 سلاح. في سلاحين المعنى اللي عم تحكيه. بين شوف سلاح الجيش اللبناني وسلاح المقاومة، أي سلاح تختار؟ شوف، أي حدا عنده عقل سليم وعنده رؤية سليمة لا يختار على سلاح جيشه أي سلاح، وهذا مسألة يجب أن نتسالم عليها في كل أوطاننا، بالدنمارك لسويسرا للبنان لا فرق، يعني بعنوان المواطنة الدولة يجب أن يكون سلاح الجيش هو السلاح الأساسي وما في سلاح آخر أكيد، نظرا للوضع الاستثنائي في لبنان وحماية للبنان يصبح سلاح المقاومة أكثر ضرورة لحماية لبنان، لكن يجب أن يكون سلاح الجيش اللبناني دائما هو على لساننا جميعا وسلاح المقاومة سلاح رديف. في بعض مناصريكم طلب العكس، طلب أن يوضع سلاح الجيش اللبناني بتصرف سلاح حزب الله، لا أبدا، وأن كتبت على مواقع لا التواصل. لا، هذا كلام غير سليم وهذا حماس غير مقبول يعني بصراحة. ماذا ينتظر فيصل عبد الساتر بعد الفاصل من مواقف محرجة؟ موقف محرج. في مئات انه بيمثل خطر حقيقي على المقاومة. هل مقاتي لا يزال حتى اليوم خطر على المقاومة؟ من واصلك يا تبع؟ الحريري تعلم من الكف السعودي. شو تعلم؟ من حسب الله ضربوا كف وخلوا مرتك يشالوا حجابها. لا لا. انا من يلمس حجاب مرتي دونه قطع الرقاب. الأمن العام بيعطي إعلاميين، ورياض سلامة بيعطي إعلاميين، الجيش اللبناني بيعطي إعلاميين. هل عندك الجرأة تسمي مين الإعلاميين اللي بيقبضوا من الأجهزة اليوم بلبنان؟ تاني رئيس تالت كله بسعره. أنت ما بتقبض من حزب الله؟ آخر شيك قبضته كان 5,000 دولار. بحياتي ما كان معي 5,000 دولار. أنا فيصل عبد الساتر يخرق حرمة التطبيع، يقابله نظيره الإسرائيلي شلومو عانور. حدا بعد وراك على التحقيق سئلت عن هالموضوع؟ لا لا. أهلا بكم من جديد، نتابع دائما عبر LBC International وصوت بيروت International وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك هذه الحلقة من سؤال محرج مع ضيفي الإعلامي الأستاذ فيصل عبد الساتر. تناوي علي اليوم يا أستاذ. بالعكس. والله بالعكس.